السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اخباركم ايه؟ اهلا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم سفرة هنية. سفرتنا النهاردة حلوة على الاخر، هنبدأ بقى نحضر لأكلات العيد اللي بتطلب مننا قبليها بحوالي شهر. النهاردة هتكون معاكم أكلة حلوة جدا، لكن قبل ما أبدأ أكلتي حابة النهاردة نقول معلومة جديدة ومفيدة جدا عن بروش كريم. كريم بروش هو كريم حلو جدا لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة، مناسب لكل أنواع البشرة، ده غير أنه طبيعي 100%، كل مستخلصاته طبيعية ما تقلقوش منه. في فيتامينات وملوش أي أثار ضارة. بيتكون من الكولاجين والأيلاستين والليكوراش والكوجيك أسيد وفيتامين سي وفيتامين إيه والبنسينول. ايه استخداماته؟ بيستخدم لتفتيح البشرة. اهم حاجة معايا النهاردة في كريم بروش انه غني بالكولاجين. احنا بيجي علينا وقت من الايام الكولاجين بشرتنا بتبدأ تفقده، وبيبدأ يبان علينا تجاعيد كده على البشرة حوالين البق وحوالين العين، ده بيبقى بسبب نقص الكولاجين في الجسم. النهاردة بروش كريم هيعوض لي نسبة الكولاجين دي، وهيملالي الفراغات بتاعت التجاعيد دي، وهيرجع بشرتك صافية تماما. ده غير انه بيساعد على اخفاء الهالات السوداء تماما، بيشيل كمان الانتفاخات اللي تحت العين. حلو جدا لو انت لسه والدة جديد وعندك كلف وجلد ميت والحاجات دي كلها، هو بيشيلها تماما ما تقلقوش منه، بيفتح كل المناطق الحساسة. كمان بيوحد لون البشرة معانا، ده بسبب انه بيكون فيه فيتامين سي، ده غير انه بيخلي البشرة معاكي مورده كده ونضرة وجميلة جدا زي ما قلت بسبب الكولاجين اللي بيشيل معانا التجاعيد تماما، والبنسينول بيحمي من التهابات ومشاكل البشرة اثناء اشعة الشمس. يعني لو بتخرجي وبتشتغلي كتير وبتخرجي كتير في الشمس، فكريم بروش هيساعدك انه يشيل اي التهابات من بشرتك، ده غير انه هيوحد لون البشره، يعني بره الطرحه غير جوه الطرحه، تمام؟ كمان انه بيحمي من الشمس، وبيحمي كمان لو انت مثلا بتخرجي وبتبداي بقى الشمس تتحسسي منها، وبتبداي يعني في ناس اول ما بتخرج خدودها من هنا ومن هنا كده يقعدوا كده، يعني زي ما بنقولها بالبلدي كده ياكلوها تهرش فيها، فهو هيلطف معاكي تماما. ده غير انه منتج طبيعي متوفر في كل الصيدليات، ده معناه انه امن، ما بيتباعش خارج الصيدليات يا جماعه. بيحتوي على ماده الكولاجين، بنعيد تاني وبنقول اهو دي اهم ماده بالنسبه لي النهارده اتكلمت فيها وموجوده فيه. بيحمي جدا من الالتهابات، ودي نقطه تانيه، مناسب جدا لكل الاعمار، يعني انت لو عندك بنوتك بيجي لها التهابات وهي خارجه معاكي في الشمس او حاجه، فهو مناسب جدا معاكي، يعني تقدري تحطيه لبنتك وانت خارجه. ده غير ان سعره مناسب للبنوتات اللي لسه في بدايه حياتها، يعني في ثانويه في جامعه، تقدري تشتريه من مصروفك. زي ما قلت وبنوه ان انت تشتريه من الصيدليات، هو متوفر في كل الصيدليات، حاصل على ترخيص من وزاره الصحه، سعره في متناول الايد، يعني 48 جنيه بس، مش غالي ولا حاجه، تقدري تشتريه من مصروفك. ده كان كريم بروش النهارده معايا، ده غير انه خاضع للتحاليل اللي اكدت سلامته. ده كان معلوماتي النهارده عنه. ان شاء الله هتنزل لكم الصفحه على الشاشه دلوقتي، تقدروا تشوفوها وتتواصلوا من خلالها وتطلبوا بروش كريم من خلال الصفحه او من خلال زي ما قلت الصيدليات، هو متوفر ما تقلقوش منه. هنشيل بقى بروش كريم ونرجع لاكلتنا النهارده. نرجع بقى لاكلتي النهارده اللي هتكون موزه ضاني. يا سلام، ما اقولكوش بقى، انا ريقي جري وانا بقول اسمها. مكونات الموزه معايا ايه؟ مكوناتها هيكون معايا موزه ضاني، لومي، قرفه، ورق لوري، هيكون معانا بصل، مكعبات وخضار، جزر وكوسه وطماطم وبطاطس وحبهان ومستكه ومعلقتين سمنه ومعلقتين زيت. يلا بقى بينا على طول نبدا في الموزه، لكن هقول كمان مقادير الرز اللي هيتقدم معاها. انا بقول لكم الموزه مجريه ريقه على الاخر. يعني هنقدم معاها النهارده رز اصفر، هيكون مكوناته معايا رز بسمتي، دول حوالي كوبايتين من الرز البسمتي. انا اخترت هنا الرز البسمتي الهندي، حلو جدا،
كمان نقعته قبل التصوير بربع ساعه، انقعيه في شويه ميه دافيه وشويه ملح لمده ربع ساعه، وبعد كده بصفيه وببدا اشتغل بيه على طول. هستخدم معاه قرفه، لوري، لومي، اللومي اللي هو الليمون المجفف، كركم وبابريكا، وكمان حبهان وبصلاية مفرومة صغير. يلا بقى بينا على طول، هنستخدم كمان زيت وسمنة. هنبدأ بقى نشتغل على طول. أول حاجة هشتغل فيها هي الموزة. محضرة هنا بقى معايا طاسة على النار، هحط فيها معلقة كده من السمنة، معلقة بسيطة. الموزة الضاني حلوة ما بيكونش فيها دهون كتير. هحط كمان معلقتين زيت. هبدأ أدوب بقى في السمنة والزيت، فصين مستكة كده يطلعوا ريحتهم الهايلة. هستنى كده يدوبوا معايا. هي سهلة خالص، ما انصحش بسلق الموزة، هتنزل دهونها في المية لأن هي دهونها زي ما قلت قليلة جدا، فبلاش تسلقيها. أنا هديها صدمة وهديها تشويحة كده وتحميرة حلوة. ما اقولكوش بقى المستكه بتطلع الريحه ايه، هايله هايله. هاخد بقى الموزه. لو انت جايبه الموزه من عند الجزار ثقه ما تغسليهاش، لو انت قلقانه من الجزار اشطفيها بشويه ميه. انا عايزه النار تكون معايا حاميه كده علشان تاخد معايا لون حلو. هنزل بقى كمان بواحده قرفة، واحدة لومي، وورقتين من اللوري، هيدوا ريحة معاها حلوة جدا. كمان واحدتين حبهان. حابة تخلي الخضار ياخد تشويحة معاها شوحيها من وقت للتاني. أنا هقلبها عشان هي هتتحمر معايا زيادة في الفرن، فخلي بالك ما تحمريهاش على النار قوي كده. كده انا حاطه ورق الفويل ده معايا علشان خاطر تقلبي سهل، تمسكي منه تقلبيها سهل معاكي. تمام كده، كده ورق الفويل ده مش هيلمس النار معانا. هدي بقى كده رشه من الملح ورشه من الفلفل. هنشوف الملح معانا ورا، هنجيبه من هنا. هندي هنا رشة ملح ورشة فلفل، ده طلع الفلفل، هنجيب الملح من ورا. ده فلفل اسود. وهندي رشة من الملح اهو، ادي رشة معانا من الملح. حلو جدا. بصوا بقى تتقلب سهل معايا، ولو لزقت معاكي ولا حاجه ما تقلقيش، اول ما هتسخن هتلاقيها اتقلبت لوحدها اهي. هندي رشه فلفل تانيه. احنا نخلي بقى الفلفل والملح جنبنا عشان كل ما تشوحي وتقلبي تدي رشه من كل الجهات بتاعتها. تقدري كمان تحط لها رشه ملح ورشه فلفل وتسيبيها ساعه في التتبيله دي، يعني شويه ملح وشويه فلفل بس، وتسيبيها ساعه قبل ما تشوحيها. تمام كده هي خلاص. هبدا بقى ادي تشويحه للخضار معايا، مش هحط الطماطم، انا هدي تشويحه لكل الخضار، وبلاش الطماطم عشان ما تجيبش ميتها معايا من دلوقتي. انا عايزاها تجيب ميتها معايا وهي في الفرن تعمل لي صوص حلو. انا حطيت جزر وبطاطس وكوسه وبصل. ندي تشويحة كده في الجنب، يعني هي تتحمر معاكي في جنب والخضار في الجنب التاني، برضو نبهره كده ما ننساش عشان ما يطلعش دلع معانا. شوية ملح وشوية فلفل بس، ما تحاوليش تحطي اي بهارات تانية. معانا القرفة، معانا اللوري، معانا اللومي، كل ده هيبهرها ويديها نكهة حلوة معاكي.
ما اقولكوش بقى ريحه الخضار مع المستكه مع القرفه عامله شغل ما اقولكيش، هيخلوا الجيران يسالوا. تمام، بصوا بقى هي بدات تفك معانا من الطاسه ازاي. سابت الطاسه اول ما اتحمرت، هبدا اقلبها كده على الناحيه الثانيه. هكون محضره بقى معايا كيس حراري اللي هي الاكياس الحراريه، هنجيبه دلوقتي. انا برضو وهي بتتشوح كده انا مش هعطل نفسي، هعمل معاكم الرز برضو علشان ياخد وقته هو كمان، وهسيبها هي تتشوح. انا عايزاها تتشوح معايا حوالي دقيقتين كده. للرز بقى هحط هنا معلقتين من الزيت ومعلقتين من السمنه، هي الحله سخنه معانا وجاهزه. هنزل بقى بالبصلايه المفرومه دي، انا مش عايزه البصلايه تاخد معايا لون، انا عايزاها تدبل بس. لو اخدت معاكي لون هتمرر طعم الرز معاكي، فبلاش تاخد معاكي لون. والبصلايه بتدبل بقى هنزل البهارات والتوابل بتاعتي تطلع ريحتها. عايزه اقول لكم الريحه جباره. هنحط هنا اللوري والقرفه وواحدتين من الليمون المجفف، هنزل كمان بشويه من الكركم يعني حوالي نص معلقه صغيره، بلاش تحطي كركم كتير علشان ما يمررش معاكي، وشويه من البابريكا وواحدتين حبهان. لو انت متضرره من حططان يعني ان انت تحطي وتضيفي البهارات كده زي ما هي، تقدري تحطيها كلها في شاشه وتنزلي بيها، ما تقلقيش مش هيجرى لها حاجه. تمام، ريحه البهارات اهي طلعت معانا، ما اقولكوش حاجه، ما فيش بعد كده والله، حلوه جدا. مش بقول لكم انا ريقي جري اصلا من اسم الموزه مش من عمايلها. معايا هنا بقى ميه بتغلي، هنزل بيها. كل كوبايه رز معانا هتاخد كوبايتين من الميه. لو الرز هندي، انا باكد على الحته دي، لو الرز هندي هياخد معاكي كوبايتين، كل كوبايه رز هتاخد كوبايتين من الميه. طيب لو رز انا مش واثقه اذا كان هندي ولا لا، في رز بسمتي بيكون رخيص، لما بتيجي تحطي له كوبايتين من الميه بتلاقيه عجن معاكي والحبايه طولت واتكسرت. طب احط له قد ايه؟ بنحط له من كوبايه ونص لكوبايتين الا ربع، يعني ما تحطيش كتير. اول ما هيغلي معايا هضيف له رشه من الملح، طبعا بقى الحدق ده بتاعك انت. وهبدا انزل بالرز معايا اول ما الميه تغلي. نزلنا بالرز. عايزه اقول معلومه تانية عن الرز ده، ما تفضليش كل شويه تفتحي الحله وتقلبيه، هيتكسر معاكي. هو ما بيتعجنش بس بيتكسر. في الاول كده هسيبه على نار عاليه ياخد غلوه معايا، ولما ابدا احس ان الميه قلت معايا بهدي النار على الاخر وبسيبه. بياخد معايا حوالي يعني 3 اربع ساعه على نار هاديه. الرز البسمتي بيختلف عن الرز المصري. تمام، بصوا بقى بتتحمر وبقت جميله معانا وريحتها ايه، مفيش بعد كده. هي لسه هتتحمر معانا كمان في الفرن. معايا هنا بقى الكيس الحراري. طيب انا مش واثقه في الكيس الحراري يا ايمي، هنعمل ايه؟ اعفره بشويه دقيق، يعني لو الكيس انا مش واثقه منه شويه دقيق كده في النص وتروحي نفخاه وحطاه كده وتروحي مقلبه الدقيق، مش هيلزق معاكي ابدا ما تقلقيش. هبدا كده خلاص، الطاسه بتاعتنا دي كده خلاص جهزت. جهزت معانا اهي. هبدا بقى اضيف الطماطم الاول. الطماطم ما تضيفيهاش على النار خالص، الطماطم على النار هتجيب ميتها. تمام، هبدا بقى اخد الاول الخضار كده افرشه في الكيس معايا. نخلي بالنا بس علشان خاطر الخضار بيبقى نازل متشوح في السمنه والزيت فبيبقى سخن بجد، بس التشويحه دي بتديله ريحه حلوه مع البهارات، لكن لو حطيتيه كده ني بتحسيه شويه مسلوق. كمان حابه اقول معلومه عن الخضار، ما تقطعيش الخضار رفيع، خليه يعني سمكه تخين زي ما احنا شايفين كده.
علشان ما يتهريش معاكي ويطلع من الفرن كل قطعة ماسكة نفسها. احنا بهرنا كله بملح وفلفل، طبعا انا مش محتاجة احط تاني بهارات لان انا حطيت اللوري والقرفة واللومي. عايزة اقول لكم ريقي جري، ريقي جري بجد، الريحة ما تتوصفش بجد. الافضل ان انت تستخدمي قرفه خشب اللي هي العيدان، لكن بلاش تستخدمي البودر، هتغمق معاكي لون الخضار وبالذات لو حاطه بطاطس وكوسه. باخد بقى الموزه الجميله دي وسط الخضار بالشكل ده، شايفين شكلها حلو قد ايه، وهبدا اقفل الكيس معايا. بتقفليه بقى كده منه في بعضه، بتقفليه بيبقى ساعات جاي معاه حاجه بلاستيك كده بتقفلي بيها. وهحطها في الصينية دي وهزود شوية من الشرب من المية، لو عندك شوربة زودي شوربة، هزود كده ربع الصينية. وما تنسوش تخرموا الكيس خرمين كده بالسكينة، أنا هجيب سكينة واخرمه. اعملي فتحتين اتنين بس فيه علشان ما يفرقعش منك في الفرن. تمام كده، معلش بقى شويه ميه راحوا كده. تمام هدخلها بقى الفرن وان شاء الله نشوفها بعد الفاصل هتطلع معانا ونشوف شكل اللي احنا جهزناها قبل الحلقه بتاعتنا. هنروح فاصل ونرجع نشوفها ان شاء الله. هذا البرنامج برعاية استثمارك بيفرق لما مكانك بيفرق. ساكستي بيزنس بارك نيو كابيتال أمام وزارة المالية مباشرة، هو أول مبنى تجاري إداري طبي في الحي المالي ومنطقة البنوك. ساكستي بيزنس بارك نيو كابيتال، الأجمل في كل شيء. من البروج مصر. براش كريم براش كريم براش كريم براش، أحلى كريم للبشرة براش، للرجلين والإيد والوش، يخلص الكولاجين مش هتعب ويا ولا عيني، براش هيقضي على التجاعيد، هيفتح بشرتي من داني، بيرطب بشرتي وبيقضي على كل الحالات السودة، بيلمعها كمان وبيني على أي حبوب موجودة. براش كريم دي فوايده عديدة ونتايجه مضمونة وأكيدة. سر جمال كريم براش بالكولاجين، ابتكار لجميع انواع البشره، احدى منتجات شركه اي ام دي. بروسيز 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 بروسيز. صباح الخير يا كوكو. بروسيز صباح الخير. بروسيز ايه سبب نشاطك وحيوتك يا كابتن؟ يا ابني كولوسيز، قلت لك 100 مرة كولوسيز. كولوسيز بالأوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين أ، كولوسيز ب 14 وربع جنيه الشريط 10 كبسولات، كولوسيز متوفر بكل الصيدليات، كولوسيز لينا كلنا، كولوسيز سر نشاطي وحيويتي. براش كريم براش كريم براش كريم براش، أحلى كريم للبشرة براش، للرجلين والإيد والوش، يخلص الكولاجين مش هتعب ويا ولا عيني، براش هيقضي على التجاعيد، هيفتح بشرتي من تاني، بيرطب بشرتي وبيقضي على كل الحالات السودة، بيلمعها كمان وبيني على أي حبوب موجودة. براش كريم دي فوايده عديدة ونتايجه مضمونة وأكيدة. سر جمال كريم براش بالكولاجين، ابتكار لجميع انواع البشره، احدى منتجات شركه اي ام دي. استثمارك بيفرق لما مكانك بيفرق.
سكستي بيزنس بارك نيو كابيتال أمام وزارة المالية مباشرة. هو أول مبنى تجاري إداري طبي في الحي المالي ومنطقة البنوك. سكستي بيزنس بارك نيو كابيتال، الأجمل في كل شيء. من البروج مصر. هذا البرنامج برعاية ورجعنا لكم بقى بعد الفاصل. هنشوف معانا الرز، انا سبت النار عالية عليه زي ما قلت لحد ما يتشرب ويبدأ يبان. معاكي شايفين شكله بدأ يبان، انا عايزه فيه زي ما بنقولها كده بالبلدي يعني شقشق ميه، يبقى الميه ظاهره معاكي وفي نفس الوقت الرز كمان ظاهر معاكي. هبدا بقى في الوقت ده اهدي النار عليه، يعني خالص نار هاديه، نار شمعه علشان يستوي براحته. تمام، هبدا دلوقتي احضر المكسرات بتاعته اللي هنحطها على الوش. هحتاج هنا طاسه على النار هضيف فيها معلقتين من الزيت ومعلقه من السمنه، معلقه صغيره يعني مش كتير. اي بقى مكسرات انت تحبيها، انا هنا هستخدم كاجو ولوز وزبيب. اي حاجه تانيه انت بتحبيها ضيفيها، تقدري تضيفي سوداني، تقدري تضيفي عين جمل زي ما تحبي. هضيف بقى المكسرات، هبدا اديها كده تشويحه، عايزه ريحتها هي كمان كده تطلع وتهفهف معايا. طبعا احنا دخلنا الموزه معايا الفرن، شايفين ريحتها بقى ما اقولكوش. نديها بقى رشه كده برضو من الملح، ما تستغربوش مكسرات وتاخد ملح، ما تستغربوش خالص. احنا بنجيب الرز الجاهز بيبقى عليه كل حاجه وكل مكسراته، انا مش عايزاه يتشوح معايا كتير علشان الزبيب ما يتحرقش ويتكرمل معاكي. هو مجرد بس ما ريحته تطلع معانا خلاص يبقى هو كده جاهز. ده كده هو بقى جاهز معايا، هبدا بقى اشيله من على النار كده خلاص. تمام، هو كده جاهز معانا. هنبدا بقى ادي المكسرات معانا، هبدأ بقى أغرف معاكو الرز. أنا مجهزة معايا قبل الهوا. تمام، أجهز معانا كده السرفيس بتاعنا، وده بقى شكل الرز معايا. شايفين حلو قد إيه، مش مكسر، مفلفل وشارب ميته، ميته مظبوطة معايا ومش طويل زيادة عن اللزوم. شايفين شكله حلو قد إيه، مفلفل معانا على الاخر ولونه كمان الكركم مديه لون مفيش بعد كده. ده غير ريحته بقى الجباره ما اقولكوش، حلو جدا، جربوها تدعولي. هناخد بقى الحله بتاعتنا ونبدا نغرف الرز ونجهزه للموزه، يعني ما اقولكوش بقى. ده بقى الطبق ده تعمليه في العيد بيبقى حلو جدا، حتى لو انت مش حابه دهون ولا حاجه، الموزه خفيفه على الاخر يعني ما بتبقاش مليانه دهون فما تقلقيش منها. شايفين الرز عامل ازاي، مفلفل وجميل على الاخر. في طرق تانيه للموزه بس بلاش تسلقيها، الموزه مش للسلق خالص. الموزه تتشوي، تتعمل كباب حله، تتعمل في الفرن، تقدري تكسريها وتعمليها كباب حله مع بطاطس بتبقى هايله جدا. وحط لها بقى كده حته ليا كده دلعيها بقى، يلا تشجعي بقى كده الموزز اللي معانا هتدخل المطبخ والحكايه بقت سهله معاهم على الاخر كده خلاص. كفايه قوي كده، شايفين الرز كان لسه شغال معانا على النار، عاملينه قبل الهوا على طول كده خلاص. نبدأ بقى نشوف الموزة بتاعتنا ونجيبها من الفرن.
هنشوف شكلها قد ايه حلو معانا. نفتح بقى الفرن، شايفين هي جابت معايا ميه. طيب لو نشفت معايا هي بتاخد وقت الاول قد ايه في الفرن معايا؟ هي بتاخد معانا في الفرن حوالي من ساعه ونص لساعتين الا ربع. طيب لو نشفت معايا الميه يا ايمي هنعمل ايه؟ هنزود شويه ميه، بس ما تزوديش ميه بارده، هتزودي ميه بتغلي، وبالذات لو كان الطاجن او الصينيه اللي معاكي بايركس، لكن لو كانت الومنيوم او اي حاجه تانيه تقدري تزودي عادي، بس برضو ميه سخنه. تمام، احنا بس بناكد على البايركس عشان ما يفرقعش معاكي لو زودتيه، لو زودتيه ميه بارده هتلاقيه فرقع معانا، فخلي بالك من النقطه دي. هبدا بقى اخرج الطاجن معايا، بسم الله. الطاجن التاني اللي انا حطاه قبل الفاصل شغال معانا في الفرن، ادي الطاجن والموزه اللذيذه معانا اهي. هنبدا بقى نفتح الكيس، بس نفتحه بحرص، هنجيب سكينه نفتح الكيس بالراحه. بصوا بيبقى فيه قفله كده برضو ممكن تشيلي منها. انا هفتح البلاستيكه دي الاول، هي دي بتيجي مع الكيس الحراري، والكيس الحراري متوفر في المحلات يعني سهل خالص عادي. طب لو ما عندكيش كيس حراري هتعملي ايه؟ حطيها في الصينيه وغطي بورقه فويل. شايفين شكلها؟ بصوا بقى حلوه قد ايه، شايفين اللحمه سلخه معانا من على العظم خالص اهي. تمام، متحمره ولونها ذهبي اهي، شايفين؟ وبصوا السكينه يعني لحمتها دايبه على الاخر، حلوه قد ايه معانا. هنبدا بقى نخرجها معانا ونقدمها على الرز. بصوا بقى ورقه الفويل، بصوا سخن نار، بس الورقه دي بتساعدني ان انا انقلها بسهوله. تمام، الخضار كمان بصوا واخد معايا لون ومتحمر، شايفين شكله حلو قد ايه. البطاطس متحمره والجزر وكله معانا، ما اقولكوش بقى ريحه القرفه حلوه جدا. هبدا بقى حبه تاخدوا الخضار ده في طبق لوحده بتضيفيه، حبه تخليه معاكي في نفس الطبق بتحطيه برضو زي ما انت حابه. بصوا الطماطم ما اتهرتش معايا واحتفظت على قوامها، وفي نفس الوقت في متحمر منها. تمام، هنبدا بقى نغرف الخضار وهنجرنش في الاخر بالمكسرات المتحمره الجميله اللي ريحتها طالعه دي، يعني طبق في منتهى الجمال. تعمليه بقى كده ووري جوزك ان انت شيف قدها وقدود، يعني نشيل بقى اللومي واللورا والحاجات دي، اضحك عليه وقولي له ان انت جايباه من بره. تمام انا بعمل كده في بيتي، يعني اعمل الاكله واقول له ده انا اشتريتها. نخمه بقى شويه، حلوه قد ايه، كفايه خضار كده، والباقي ده تبقي تحطيه في بوله لوحده. ورقه اللور دي نشيلها، ادي الطبق. هنبدا بقى المكسرات بقى بسمنتها دي، نبدا بقى نضيفها على الرز. تقدري تقلبيها على الرز نفسه، يعني تحطيها على الرز كله وتقلبيها معاكي كده. ما اقولكوش الزبيب لما بيتكرمل بيدي طعم هايل جدا. هننزل بقى بشويه سمنه من سمنه المكسرات دي، بيبقى طعمها حلو جدا على الموزه الجميله دي، تديها لمعه وهتديها طعم وريحه مفيش بعد كده. هندي برضو كده شويه بقدونس، شايفين الطبق شكله ما شاء الله بيتكلم عن نفسه، حلو قد ايه. جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا، ايه رايكم بقى؟ دلوقتي بقى انا هقول معاكي نصيحه حلوه لو انت مستعجله على الموزه. طيب يا امانه هي بتاخد معايا وقت في الفرن ساعه ونص ساعتين، هعمل ايه لو انا عايزاها في نص ساعه؟ انا صحيح قلت في الحلقه ان هي ما بتتسلقش، لكن ممكن تاخديها كده غلوه على النار بشويه ملح بفلفل وشويه ميه، وخديها سلقه خفيفه، وبعد السلقه ابداي حمري زي ما انا عملت واعملي بقيه الخطوات معاكي. يعني هتحمريها في شويه سمنه
وتنزلي عليها بالخضار، بقيت الخطوات طبيعية خالص. لكن لو مستعجلة زي ما قلت، اديها حوالي ربع ساعة أو 10 دقايق في مية مغلية، هتاخد معاكي في الفرن حوالي نص ساعة، ساعة إلا ربع، وهتبقى جاهزة ومستوية معاكي إن شاء الله. حلوة جدا، جربوها إن شاء الله هتعجبكم. أعمل إيه جنبها؟ تقدري تعملي سلطة طحينة، سلطة دقوس، تقدري كمان تومية، سلطة بلدي بتبقى حلوة جدا جدا جدا، لو معاها كمان قرنين فلفل حاميين فهتبقى حلوة جدا معاكم. شايفين قد إيه الطبق بيتكلم عن نفسه. نرجع نقول الخطوات بتاعة الرز، لأن الرز يعتبر اتظلم معانا شوية واتعمل بسرعة بسرعة بسرعة. خطوات الرز عملت إيه؟ حطيت معلقتين زيت، معلقتين سمنة. شايفين الرز اللي احنا بنعمله بدأ يتشرب، ما نقلبش كتير يا جماعة علشان ما يتكسرش معانا. بصوا ده اللي احنا عملناه هوا دلوقتي، تمام اهو، حلو قد ايه، مفلفل وفي منتهى الجمال. علشان ما قلبتوش كتير، كل واحدة محتفظة بجمالها، كل رزاية برزتها زي ما بنقول. عملت ايه في الرز؟ حطيت معلقتين من الزيت، معلقتين من السمنة، بدأت أشوح معايا بصلايا الأول ما بتاخدش لون علشان الرز ما يمررش معانا. اديتها كده تشويحة لحد ما دبلت معايا، نزلت بالقرفة واللومي وكمان المقادير نزلت معانا اهي. نزلت بقى بورق اللوري والقرفة واللومي والكركم والبابريكا وكل ده، اديته تشويحة مع البصل. وبعدين نزلت بمية مغلية، لكل كوباية رز بضيف كوبايتين. أنا هنا ضفت حوالي 4 كوبايات من المية لكوبايتين الرز اللي معانا. أول ما بيغلي معايا بهدي النار عليه شمعة خالص، تمام. مقادير الموزة كمان نزلت معانا أهي، شايفين حلوة قد إيه، متحمرة وجميلة. جربوها إن شاء الله هتعجبكم. كل سنة وأنتم طيبين، خلاص أيام بسيطة والعيد قرب، فجربيها ان شاء الله من اكلات العيد هتعجبكم. هنروح فاصل صغير وهنرجع على طول. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الجميلة بزيادة، أنا شايفاها جميلة قوي، الدكتورة كارما سامي، حاصلة على دبلومة التغذية من جامعة ستانفورد الأمريكية. أهلا بك يا دكتورة كارما. أهلا بك يا حبيبة قلبي، أنت اللي جميلة أنت منوراني النهاردة والله، جميلة كده في كل حالاتك وما شاء الله عليكي، ضحكتك حلوة. الله أكبر عليكي، أنا بطلع من الفقرة دي بكم معلومات حلوة جدا. طبعا بصراحة أنا بستنى الفقرة الطبية دي، والناس كمان هتاخد كم معلومات النهاردة كتير جدا إن شاء الله، عندنا معلومات كتير قوي هتفيدكم. طبعا غير الكلام عن الكورس وغير هنعمل إيه النهاردة، واحدة واحدة. وزي ما قلت يا إيمي على طول، الأكل دايما دايما دايما، الاكل انا بحبه في كل حالاته، حلو بقى وحش انا بحبه. انت عارفه فجاه واحده لما نكون ماشيين ونلاقي طعم الاكل وحش، بس تاكل الساندوتش كله، بعد ما تاكل الساندوتش كله تقول ايه؟ تصدق ده كان طعم وحش؟ طب طعم وحش كلته ليه؟ هو ده اللي بيحصل لنا يا ايمان. انا حابه في اول الحلقه كده نفتح نفس الناس على الحاله اللي هتظهر معانا دلوقتي على الشاشه. انا بصراحه لما شفتها انبهرت بشكلها، حلوه جدا ما شاء الله، شايفه الفرق يعني. دي كانت من الحالات اللي عندي، انا مش هقول عليها غير اختي ما شاء الله عليها، انا عملت انا وهي صداقه رهيبه. الحاله دي يا جماعه يا ريت تطلعوها. شايفه ما شاء الله جميله جدا، شفت بفستان الفرح فرق جدا. عايزه اقول لك انها كلمتني قالت لي انا ممكن خطيبي يسيبني بسبب طبعا، لانها كان عندها تقيسات في المبايض. لا بس هي الله اكبر عليها طبعًا، يعني طبعًا فرقت في كل حاجه، حتى في شكل اللبس اللي هي لابساه. ما اظنش بقى هتلبس الستايل ده بعد كده تاني. لا خلاص بقى هتلبس براحتها شويه، خلاص بقى هتلبس. مع انها كانت زي القمر والله، برده كان الستايل بتاعها جميل. واي حد اي حد، مش معنى اني انا مليان شويه اني انا اكتم نفسي في ستايل معين. لا عايزه اقول لك ان هي بعد ما خست كده حتى في الفرح هتلاقي حركتها اختلفت. عايزه اقول لك هي حلفت ان انا احضر الفرح بتاعها. قالت لي انت لازم، انت ليكي الفضل عليا بكل حاجه، معنويا وجسديا. بترقص وبتتنطط، بترقص وبتتنطط، ده حاجات غريبه. مليانه والله، مش هتقوم من على الكرسي اصلا. والتكيسات خفت، عارفه ان ايه تكيسات على المبايض؟ انها تكلمني تبقى في حاله نفسيه، هي شافتني برضو على قناه ما في حاله نفسيه سيئه جدا،
وتقولي طب انا مش عارفه انا اعمل ايه، انا خطيبي هيسيبني بسبب السمنه لاني عرف ان انا عندي تكيسات، وطبعا حكت بحسن نيه قوي فراح قال له ايه لوالدته، فقال لي والدته فراح قالت له لا خلي بالك ده الخلفه عندها هتبقى صعبه قوي. لما اسمع كلمه زي دي انا اتضايق، ليه بتقولي عليا كده، او انت ليه توصل لها ان السمنه تاثر عليا في حياتي وفي علاقتي بيك وفي كل حاجه وفي كل شيء. فعلشان كده دايما السمنه بتاثر على كل حاجه ايمان. بتاثر طبعا. فعلا بتأثر، وانا اصريت على القلب وعلى الجسم وعلى الحركه. انا اصريت اجيب الحاله دي لاني انا ببقى فرحانه بيها قوي. الله اكبر عليها. وقلت لك على فكره الحلقات اللي فاتت حلوه جدا، الحلقه اللي فاتت ليا معاكي قلت لك انا هجيب معايا صوره العروسه اللي انا بكلمك أيوة عليها فعلا. ايمي. وفعلا عملت بوعدي. صورتها تفرح جدا جدا، ده تشجع طبعًا. كمان طبعًا تشجع طبعًا. وخلي بالك كانت عندها هتشجع منها، وكان عندها كانت شايله المراره. شايله المراره يعني الحرق بتاعها مش كويس. فلما يبقى عندي حاجتين مضاربين لبعض وانا محتاجه اعملها لاني جوازها كمان شهرين، عارفه اللي هو صراع مع الزمن، انت بتصارعي نفسك خلال شهرين توصليها للوزن اللي هي فيه دلوقتي ده. كمان يعني المشاكل الصحيه الكورس ما بيأثرش عليها، يعني انت بتقولي شايله المراره لا طبعا. وعندها تكيسات على المبيض، معنى كده ان الكورس مش هيقدر يعني يجي جنب الحاله الصحيه. لا بصي يا امي، او لكل حاله صحيه الكورس التابع ليها. طبعا بصي يا امي، علشان الناس اللي اول مره تتفرج علينا النهارده، بصي يا امي انت مجرد ما هتتصلي بالتليفون هتلاقي خبير التغذيه العلاجيه بترد عليكي اكتر من طبعا اكتر من 40 خبير التغذيه العلاجيه. ما شاء الله الله اكبر شركتنا في طبعا كبيره جدا. في وقت كمان لكل متصل، لكل حاجه ولكل متصل، عباره عن تحويلات مكالمات. حضرتك ما لحقتيش الدكتور دي هتلحقي الدكتور اللي بعدها. معايا انا، معايا دكتور بسمه، معايا دكتور مونيكا، معايا دكتور نهى، طبعا دكتور نهى طلعت معاكي. طبعا معايا تقوى، معايا انا اسفه لو نسيت اسم حد فيكم حبايب قلبي، بس كلهم عيله، كلنا عيله. معنى ان انت تخشي وتبقي عيله مني، المتصل ده بيبقى عيله، لاني انا لازم اسالك وزن سن طول، مفيش حاجه اسمها انا بكتب الاوردر وامشي. لا ده في فايل، لا ده في كمان الحاله الصحيه طبعاً. انا في مره على فكره هطلع معاكي الفايل ده كمان، اطلع معاكي الفايل على فكره امين الحلقه الجايه ليا، فكريني واحنا بنتكلم انا وانت ان انا اطلع معايا الفايل اوريكوا الفايل بيبقى مكتوب فيه ايه، الاسم والوزن والسن، الحاله الصحيه، يا ترى حضرتك بتشتغل ايه، يا ترى حضرتك انا هديك كورس ايه مناسب معاك، طب يا ترى الحرق متضرر اديك حاجه تعلي معدل الحرق عندك، ولا مش عارفه اقفل بقي فاديك حاجه تدي شهيه. طب عايزه اسال بقى على العروسه دي، هي ما يعني ما دخلتش في انيميا، في دبلان، وشها ما اتغيرش، كل هي كانت تعبانه اصلا، وهي يعني اللي بيخس بقى هالات سودا، انت فخدت تحت العين، لا 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 تلاقي ارهاق، لا يا ابني انا مش عارف، مفيش الكلام ده مع الكورس. لا طبعا الشاطر اللي ما يخليكيش تخسي وتبصي عليك تقولي انت تعبان، الشاطر اللي تخسي ويقولك ما شاء الله انت بقيتي كده ازاي، ما تدخلش في انيميا يعني. طبعا طب هو ده الشاطر، هيفضل مورم، هو ده الشاطر، مش الشطاره من العميل، الشطاره مني انا، الشطاره مني انا ان انا اخليه ياكل كل حاجه بس بكميات محدوده، لاني الكورس هيسد معاه الشهيه بطريقه فوق الممتازه، بديل تكميم معده، يعني غصب عني هبص للاكل مش هقدر اكل، غصب عني هحس ان انا لو كلت شويه هحس بالقيء، احس ان انا مش قادر اتحرك، وغير كده وكده نحت القوام، نحت القوام يعني انا ما خسش من منطقه ومن منطقه، لا لا انا بنحت القوام وما باثرش على الوش والبشره لاني طبعا الكبسولات فيها فيتامين. طب مفاجاتنا ايه بقى النهارده مع الكورس؟ بصي بقى دخلت في المفيد على طول عشان تفيدكم على طول النهارده ان شاء الله، علشان انا كمان اخد من الكورس ده بقى. احنا عينيا ليك يا حبيبه قلبي. والله، وتشوفي وتقولي للناس قد ايه المفيد. هيبقى بقى تجربه عينيه معايا انا شخصيا، عينيا الاثنين، وعلى فكره هتخس بطريقه فوق الطبيعيه، لان هي ما شاء الله عليها شكل حركتها كتيره، فدي هتساعدني كمان اكتر. الكورس عباره عن ايه يا امي، علشان نفرح الناس النهارده بالخصم الكبير ان شاء الله اللي انا عامله لهم. الكورس عباره عن حاجه بديل تكميم معده زي ما قلت لكم، حاجه تانية بتنحت لي القوام، يعني انا لو عندي منطقه الصدر بس، منطقه الصدر بس اللي هتنزل زي ما قلت يا امي، مش هتاثر في حالات سودا، مش هياثر في بهتان في الوش ولا حاجه خالص، مفيش حاجه من الكلام، بل بالعكس زي ما قلت لك في فيتامين بيعلي كمان نسبه الهيموجلوبين في الدم، نسبه الانيميا، فغصب عني بلاقي نفسي كل حاجه متظبطه في الجسم، حاجه بتسد شهيه، بتعلي معايا معدل الحرق للضعف حتى لو عندي اي مشكله في الجسم بتاعي، وحاجه تانية بتنحت لي القوام وبتنقي لي السموم اللي في الجسم.
النهارده الخصم ده بديل بقى الديتوكس. ايوه بقى اهو حفظنا بديل الديتوكس طبعا، بدل ما احط ليمون على شرايح مش عارفه ايه على ايه واحطه في الثلاجه واشربه ثاني يوم، وعارفه ثاني يوم بتبقى الميه مراره قوي يعني بتبقى أيوة صعبه قوي. انت جربتيها؟ اي ما انا بقول لكم وطعمها مش لذيذ. لا خالص. واحس نفسي ان انا بعمل دايت، طول ما انا بحس ان انا بعمل دايت يبقى انا غلط، يبقى انا مش هعمل. النهارده الخصم ايه بقى عشان نخش في الجد على طول؟ النهارده بمشيئه ربنا الخصم 65% لحد الساعه 11 فقط لا غير، مصاريف الشحن مجانا في اي محافظه من المحافظات. طيب معانا بقى استاذه نورهان على التليفون. ازيك يا نورهان عامله ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اخبارك ايه؟ تمام، تسلم ايدك يا شيف، انا بشكرك جدا. تسلمي لي يا حبيبتي، شكرا ليكي. سؤالك ايه للدكتوره كارما النهارده؟ انا بجد بشكرك جدا على كل اللي بنتعلمه منك وعلى ثقتك بجد في الدكاتره اللي بتستضيفيهم معاكي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ما تحرمش أنا منك. انا عايزه اقول لك يا شيف، انا كنت جربت كذا حاجه قبل كده وما كنتش بخس خالص، وكنت بحس ان كل الناس واخده الموضوع كبيع مش اكتر، لكن بس شهاده حق الوجه اللي شركه ايزي دايت، لا هما غير كده تماما، وبالذات بالاخص دكتور كارما. لا دكتور كارما ما شاء الله عليها، يعني انا انت كده شجعتيني يا نورهان ان انا اخد الكورس بقى. انا كنت يعني بقول هاخد مش هاخد، لكن في 10 كيلو زياده كده هنزلهم مع دكتور كارما ان شاء الله. لا هم بصراحه كان كل همهم ان انا اخس وبس، وكانت بتفضل تقول لي على حاجات تساعدني اكتر ان انا انزلها في وزني مع الكورس كمان، لدرجه ان لما كنت بفرح جدا بالمعلومات دي بنزلها على الفيس عندي عشان كل عايز يخس يخس. طيب هسالك بقى سؤال كده يا نورهان، يعني ما تزعليش بقى مني يا دكتور كارما، يعني اول ما بتتصلي بتلاقي فعلا دكاتره بيردوا عليكي وبيبقوا معاكي باهتمام؟ يعني احكي لنا بقى تجربتك مع الدكاتره لما بيستقبلوا تليفونك. اه طبعا، هما ما بيسيبونيش، هما بيرشحوا لي الكورس اللي هيبقى مناسب ليا، وبصراحه كلهم بلا استثناء بجد هما ممتازين فوق الممتاز كمان، ما بيسيبونيش. حتى انا لو يوم ما اتصلت شوف المتابعه دكتور كارما بنفسها ترجع بتكلمني تاني على طول. طب يعني انت لو اتاخرتي بتليفون هم بيتصلوا؟ طب حلو، يعني حلوه العلاقه دي اللي تبقى بينكم. بحكم ان انا طبعا بسجل حلقات وبحكم الكلام ده كله، فطبيعي اني انا غصب عني ما اقدرش ارد. عايزه اقول لك قالت كلمه، خلي بقى طبعا شكرا لاتصالك، انت بتفرحي قلبي دايما بتفرح قلبي وبتفرحني. لا دي هتشجع ناس تانية. هتشجعني انا اولهم طبعا. أنا طبعا أولهم. فعلا يا ايمي انا وانت هناخد الخطوه دي ان شاء الله باذن الله. انا هتابع مع دكتور كارما يا جماعه، يعني شجعوني. على فكره يا ايمي زي ما قلت لك في 40 خبيره تغذيه علاجيه بترد على التليفون لا يقل خبره عني، عشان محدش يتصل يقول انا عايز كارما لوحدها. لا يا جماعه، لا يا جماعه، كلنا في فريق واحد طبي. ايوه في فريق كلنا طبي واحد، كلنا واخدين من بعض، كلنا نفس المدرسه، كلنا نفس الطريقه، وبل بالعكس كمان ده ممكن كمان يزيدوا خبره عني وكلام عني. فانا بوجه لهم كل التحيه وكل الاحترام، هم بيهم احنا علينا وكبرنا بالطريقه دي. طب احنا عايزين نشوف بقى كمان الصفحه على الفيسبوك. طبعا اللي الناس هتتواصل معاها، الارقام والصفحه يا ايمي هتنزل طبعًا دلوقتي ان شاء الله معانا، يقدروا ياخدوها سكرين شوت على الهوا اهي، صوروها بقى سكرين شوت، حتى اسمها سهل كمان، صوروها كده بالموبايل، وكمان ارقام التليفونات اللي هيتواصلوا عليها ان شاء الله. هم 6 ارقام، وعلى فكره الصفحه فيها معلومات غذائيه رهيبه، يعني نعرف الاكل ده بيعمل ايه وبيدخل فيتامين قد ايه وبيعمل ايه في جسمي، يعني في مواد طبعًا طبيعيه جوه الكورس. طبعا طبعا يا ايمان، هو كل مواد طبيعيه. براحه كده يا جماعه، الكورس اللي حضرتك بتتكلمي عنه النهارده ده هيخسسني وهيسد معايا الشهيه وهيخليني احرق بطريقه ممتازه جدا، وفي نفس الوقت عامله عليه خصم كبير 65% لحد الساعه 11 ومصاريف الشحن مجانه. ممكن تقولي لي مكون من ايه؟ كلها اعشاب طبيعيه مليار الميه. حلو. بمعنى عارفين زهره الجورسينيا؟ زهره الجورسينيا من 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 حاجات اللي معروفه بسد الشهيه بطريقه ممتازه جدا. زهره الجورسينيا بتمنع الكوليسترول الضار في الدم، فلما تمنع حاجه زي كده يعني كمان بتصلح لي نسبه الكوليسترول في الدم، يعني انا بس انا بصلح، انا مش بدي وخلاص، ما هو انا لازم اصلح الجسم واصلح طبيعه الجسم والهرمونات بتاعتي عشان ابتدي اخس بطريقه صح. وبيشتغل بقى على الدهون العنيده كمان. طبعا طبعا، يعني الدهون المكومه بقى لها سنين انا بقللها لكم في خلال شهور. حلو. من 10 بيشتغل عليها يعني. زهره الجارسينيا، توت البري طبعا، لو عملت سيرش على توت البلي وتوت الابيض ممتاز في سد الشهيه وفي فيتامين رهيب. قشور البرتقال المر بيقوي المناعه بتاعتي جدا، علشان الناس اللي تعبانه وعندها نقص بي 12، بي 12 ده من اكتر الـ 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 الحاجات لو نقصت في الجسم الحرق بتاعي تضرر ومش عارفه اخس. فده بيقوي حاجه زي كده عندي. هرمون الليبتين يا جماعه، هرمون الشبع ده يا ايمي
طول ما انا قاعد حاسس ان انا جعان، عشان هرمون أيوة الشبع بتاعي مش مأثر عليا ومش محجب المعده. لما انا انزل له حاجه اقول له لا فوق معايا شويه، هلاقي غصب عني ايه، لا انا شبعان مش قادر اكل. عشان كده الناس دايما تقولي طب انا ازاي بحس ان انا مش جعانه، عشان هرمون الليبتين الحاجه اللي انا بنزلها بتلعب على هرمون الليبتين، بيبتدي غصب عنك تحسي انت مش قادره تاكلي خالص. طب ايه اللي بيعلي معدل الحرق؟ تعليه معدل الحرق زي الكروميوم يا جماعه، الكروميوم ده بيعلي معدل الحرق بطريقه ممتازه جدا. كل الحاجات دي وكل الاعشاب الطبيعيه اللي انا بقولها طبعا كل ده مستخلص، عشان ما حدش يقول لي اصل انا هجيب بخمسة جنيه مرمريه واحطهم في الميه، لا مفيش الكلام ده. اسيويه عشان اسيويه اعشاب اسيويه مش موجوده اصلا هنا في بلدنا. فلما يكون الاعشاب الاسيويه دي محطوطه بمستخلصات معينه في كورس واحد وهاخده، الاقي طبعا الكورس النهارده خماسي، حاجه بتشد السيروليت وحاجه يعني طبعا اللي لسه والده بقى ملهاش طبعا. طب هو امن على الرضاعه؟ لا اقول لك ليه يا امي، هي كلها اعشاب طبيعيه فهتخسي البيبي. طب معلش بس معانا تليفون من ساندي. اهلا يا ساندي. ايوه السلام عليكم حبايب قلبي. وعليكم السلام يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازيك يا دكتور كارما وحشتينا حبيبه قلبي انت اكتر. كنت عايزه استفسر بس، انا عندي الانيميا 9 وكل ما اجي اعمل دايت ما بعرفش واتعب ويغمى عليا، وتعبت من كتر ما باخد قرار ان انا اعمل دايت وارجع اتعب فما كملش. ده اللي انا كنت لسه بسال عليه من شويه، اللي هو الانيميا عموما. بصي هو الكورس فيه فيتامين سي وفيتامين دي، هيعلي لك نسبه الانيميا بطريقه ممتازه جدا. واقول لكم وصفه طبيعيه كده على الماشي، مع اني ماليش في الوصفات الطبيعيه قوي بس هقولها لكم. بنجر هتجيبيه، اولا هتجيبي الفراوله تضربيها، تسلقي البنجر، تاخدي البنجر تضربيه الاثنين في بعض، تشربي لمده 3 ايام كل يوم كوبايه على الريق، هتروحي تحللي انيميا هتلاقي عندك مفيش اي حاجه خالص عشان ما بشقيت ربنا. ارجع بقى تاني معاكي يا دكتور كارما. الاول ارد لها يا ايمي على الانيميا. دايما بنروح نحلل يا ايمي نلاقي نفسنا غصب عننا تعبانين. ايوه فعلا. وانا ماشي في الحر ادوخ اقع، مش عارف اعمل دايت، مش عارف اعمل اي حاجه من كتر ما انا غصب عني بدوخ، والاقي مامتي تقول لي لا حرام عليكي انت هتموتي نفسك او انت هتموت نفسك. صح والله ده بيحصل. صح؟ اللي حواليكي كمان لما بيلاقوكي دبلانه. ايوه يقولوا لك لا سيب، لا سيب الدايت، سيب الدايت انت هتموتي نفسك. صح كده. نسبه الانيميا عندي بتبقى قليله بسبب ان خلي بالكم يا جماعه، نسبه الانيميا ده بيبقى نخاع جوه العظم نفسه. النخاع ده النخاع لما بينقص عندي غصب عننا بيحصل نسبه الهيموجلوبين. نسبه الهيموجلوبين لما اروح احلل والاقي نسبه الهيموجلوبين 9 ادوخ. ده في ناس بتوصل عندها ل7. طبعا ده ما بيقدروش بقى خلاص، ماشيين على رجيم غلط فعلا ومن غير فيتامينات. واقول لك على حاجه ثانيه، يعني تكمل اقول لك على حاجه ثانيه يمكن الناس ما تعرفهاش، انا ممكن حد رفيع وحد تخين، التخين ده عنده انيميا. عنده انيميا رفيع. لا ليه بقى؟ لان حضرتك بتاكل المفيد، حضرتك بتاكل اللي لازم يدي للجسم عندك فيتامين فما تحسش ان انت تعبان، لكن غيرك بياكل الدار. انا طبعا باكل كل حاجه فاست فود من الشارع، طول ما انا ماشي عربيه كبد اقف، ده بيبيع برجر اقف، طب ده مش عارفه ايه اقف. فين الفوائد اللي في الاكل؟ صح. فين الفوائد اللي ربنا خلقها لنا؟ اي حاجه لون ملون اي حاجه طبيعيه اكتر واي حاجه ملونه يا امي بتدي فيتامين للجسم بطريقه ممتازه جدا. خضروات فاكهه، وبلاش الفاكهه يا جماعه بالليل عشان لسه قايله على البنجر برضو فوائده كتيره جدا كبيره جدا جدا وللانيميا فوق الممتاز. نرجع بقى للمرضعات زي ما انت قلتي. للحامل انا لسه والده وبعاني بقى من بترضعي طبيعي. بترضعي طبيعي مش هقدر اديك الكورس علشان البيبي. طبعا تمام. بق الميه اللي انا بشربه بينزل الفوائد بتاعته في اللبن، فلما انا ادي للبيبي اعشاب تنزل له في اللبن تخسسه، ايه اللي انا بعمله ده؟ غلط. عشان كده انا بمنع تماما ايا كان وزنك ايه، اقول لها حافظي على الاكل. وبلاش المعتقدات الخطا اللي تجيبي حلاوه ومفتقه عشان اللبن يكتر والكلام الغريب اللي بيتقال غلط. عايزه اللبن يبقى بنتيجه كويسه والبيبي بتاعك يشبع ميه كتير، الميه فيها كميه فوائد. احنا يعني شرب الميه هيزود اللبن معانا. طبعا. لكن تقولي لي مفتقه مش بقول لك انا الفقره دي بطلع منها بمعلومات هايله والله بجد حبيبه قلبي. وعايزه اقول لك ان مشيئه ربنا مشيئه ربنا الكورس اللي انا منزلاه النهارده زي ما قلت لك من 10 ل 17 كيلو وانا مرتاحه. طب بمناسبه الكورس لو انا اخدت الكورس وخسيت بقى وبقيت مزه حلوه كده. ايوه اهم حاجه بس وخسيت. لا مش مزه بس بقى، والرجاله كمان هيزعلوا مننا دلوقتي. لا وللرجاله كمان ينزل كرشهم، يعني ما نبقاش احنا مزاميز وهو بالظبط. لو انا اخدت الكورس وخسيت عليه هل بعد ما بطل الكورس ده هرجع ازيد تاني؟ لا
يعني ليه في كورس للثبات بعد التنزيل. واحنا عندنا ميزه مش ولو عند ابطل برضو ابطل بامان طبعا. تمام. وعندنا ميزه مش في اي حد، مهما خلصتي وثبتتي معايا لو رجعتي كلمتيني تاني وقلتيلي مثلا سي مثلا انا كنت عميله معاكي واسمي كذا، الفايل بتاعك لسه موجود عندنا. طب كويس، بتحتفظوا بيه ومجانا، بنتابع معاكي مجانا. يعني اللي ترجع طبعا دي بقى بيبقى ليها اوبشن لوحده. ونادرا قوي لما بلاقي الحالات دي، انا بقالي دلوقتي سنوات في الموضوع ده، نادرا لما بلاقي حد يتصل بيا ويقول لي انا رجعت تاني. تكون بقى سافرت، ما كملتش الكورس بتاعها، بتاخده بطريقه غلط. طبيعي ناس الكلام بقى ده، بتسيب الكورس من النص، يعني دي بتضايق جدا. ليه؟ تلاقي كومنتات اللي هو ايه؟ أيوة. انت خسيتي قوي، لا 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 ما تعمليش في نفسك والله ده بيبقوا غيرانين. والله بجد والله صح، انا بقول نفس الكلمه والله العظيم. بيبقوا مش عارفين ياخدوا الخطوه صح جدا، ويقول لك ايه هو ده، هو المنتج منين، هو انت جبتيه منين، وهي اصلا تتصل تطلب، والتانيه تبطل. أيوة. من الكومنتات بتاعتها، علشان طول ما انا بقول لحد مليان انت خسيت، طب انا نفسي اكل بقى، هاكل ايه؟ ما انا خسيت بقى. ارجع بقى اعوض كده، هرجع اتخن بقى ولا مش هيبقى عندي السعه بتاعه المعده؟ لا مش هيبقى عندي السعه بتاعه المعده، لاني زي ما قلت لك بديل تكميم معده، بديل التكميم المعده لما حد بيجي يتخن بعدها بيتخن بصعوبه جدا، بسبب اني بقص 70% من حجم المعده، فده بدون جراحه وبدون اي حاجه بقلل حجم المعده لحجمها الطبيعي الى حد ما، فغصب عني المعده بتصغر، فلما تصغر الاكل هيدخل بحدود. تمام، احنا دلوقتي الصفحه هتظهر معانا تاني للي حابب يتواصل مع فريق الدكتوره وفريق الكورس ان شاء الله. ان شاء الله. حابب على ارقام كمان نفكر برضو المتابعين معانا الكورس ايه مره تانية. الكورس النهارده ان شاء الله خمس حاجات، الخمس حاجات دول هيسدوا معاك الشيء. خصم بقى دكتوره قايمه. طب اهو انا بسال على الخصم اهو الاول اهو لجماهيرها وحبايبها. أيوة، عايزه الخصم اللي يتصل يسالها على الخصم، اوعوا تنسوا. طبعا طبعا، الكورس النهارده اسمه كورس المكثف. الكورس المكثف ده بينزل من 10 ل 17 كيلو. هل. عباره عن خمس حاجات، خصم 65% لحد الساعه 11 فقط لغير يومين. 11 برضه بتتضايق قوي من 11، بتبقى عايزاني ثاني يوم. 2 3 مثلا يومين 11 على لا كفايه 11. انا الكورس ده حاطه فيه ماده فعاله قويه جدا 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 جدا، لدرجه ان ايا كان وزنك اوفر ويت هتنزل، يعني هتنزل. خصم 65% لحد الساعه 11، ومصاريف الشحن مجانا ان شاء الله. الكورس مش هيتكرر تاني يا ايمي، وخمس حاجات دي كتير قوي عليهم، بس يلا عشان خاطرك. انا بشكرك جدا يا دكتوره كرمة، بجد كنت مبسوطه معاكي وبال يعني بكم المعلومات اللي انا اخدته منك، وحلوه جدا معلومه الانيميا والبنجر اللي انت قلتيها دي. بشكرك جدا، وكنت منوراني النهارده. ان شاء الله يكون لينا لقاء تاني وتالت ونستفاد اكتر منك باذن الله ان شاء الله. اختم بقى معاكم النهارده الحلقه بتاعتنا، وبشكر الدكتوره كرمة، ويا رب تكون اكلاتنا عجبتكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم سفره هنيه، ومع السلامه. السلام عليكم.